أهلا بكم من جديد. حالة واسعة من الجدل ضربت الوسط الرياضي المصري بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا قبل أن يحذف الحساب الرسمي للاتحاد الخبر. وكتب الحساب في تغريدة جديدة أنه تتم حاليا إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو ظهرت إيجابية اختباراتهم قبل مباراة الفريقين غدا ودون توضيح لو كان محمد صلاح واحد منهم. يذكر أن محمد صلاح قد تعرض لانتقادات على مواقع التواصل بسبب تداول صور له في حفل زفاف شقيقه وهو لا يرتدي الكمامة. وانضم إلينا في الاستوديو ياسر الشناوي لاعب كرة سابق. أهلا بك معايا كابتن ياسر، أهلا نورتني. بحضرتك، أهلا. هل عندنا معلومات إيه اللي حصل تحديدا؟ هل نعرف إذا كان صلاح مصاب، إذا كان هو واحد من اللعيبة، إذا كان في غيره اللي مصاب؟ هو على حسب المعلومات اللي اتقالت من اتحاد الكورة، وطبعا زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي في الأول إن في جدل واسع بسبب اتحاد الكورة، لكن قالوا إن صلاح مصاب. المسحة الأولى اللي عملها البي سي آر الأولانية بينت إن صلاح مصاب. وبعدين حذفوا طبعا التصريح اللي قالوه، وبعدين لسه كان طالع من حوالي ساعة ونص عمر الجنايني اللي هو المفروض ان هو رئيس اتحاد الكورة، وقال ان المسحة الثانية اتعملت لصلاح، البي سي ار الثانية بينت ان صلاح فعلا ايجابي. فالاخبار دلوقتي ان صلاح فعلا مصاب بكورونا. أو هل في لاعبين تانيين في مصر لا، مصابين هم ولا عملوا مسحات كل منتخب مصر، ما فيش حد، كله بالنسبة لمنتخب محمد مصر صلاح سلبي، فقط؟ لكن هم قالوا ان في لاعبين من مصر وتوجو، محمد صلاح من مصر وفي 2 لعيبة من توجو. طب ده بيخلينا نروح للمشاهد اللي احنا شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي، الصور اللي تم نشرها لمحمد صلاح وهو موجود في فرح أخوه وكان حواليه زحمة ناس كتير وكان مش لابس كمامة والناس اللي حواليه برضو أيضا مش لابسين كمامة في فرح في مصر. فهل في رأيك إن الصور دي ممكن تثير جدل هنا هون في إنجلترا؟ هي اوريدي صارت جدل في انجلترا، لان دلوقتي الديلي ميل والزيسان اتكلموا عن الموضوع ده ونشروا صور لصلاح في فرح اخوه، وقالوا ان يعني كله دلوقتي بيتكلم ان مش 9 مش 90% 100% ان السبب بسبب الفرح. لكن خلينا نقول دلوقتي ان نفترض ان خلاص صلاح مصاب بكورونا، ربنا طبعا بندعي له كلنا ان هو يشفيه، لان هو نجم من نجوم مصر وحاجه محتاجينها جدا في الوقت ده. لكن خلينا نقول ان لو الناس رتبت كل الموضوع على ان الفرح او اي اختلاط صلاح مع ناس تانية، لو في ناس بتطبق كل قواعد زي السوشيال ديستانس والماسك والغسل الايد وكل حاجه، وفي الاخر بيجي لها كورونا، وفي ناس ما عندهاش اي نوع من انواع الوقايه ولا بيطبقوا اي نوع من انواع الوقايه من فيروس كورونا وبرضه وما لا بيجي بيجيلهاش، لهم برضه، لا يعني ده بيجي احنا لهم. ساعات بيحصل كده الأساس إن إحنا كلنا لازم طبعا. نطبق الاساس ان احنا التعليمات. الاساس ان احنا لازم نتبع تعليمات زي السوشيال ديستانس والماسك والغسيل وكل حاجه من دي، لكن احنا دلوقتي الواقع ان صلاح حصل له كده، لكن احنا ما قدمناش دلوقتي غير ان احنا صلاح اتحاد الكوره اعلن لان في بروتوكول ما بين اتحاد الكوره وما بين ليفربول ان هو صلاح هيحصل له دلوقتي ايسوليشن، ان هو يقعد لغايه ما يعملوا المسحه الثانيه ويعرفوا ان بعد كده ان هو بقت سلبيه، فيقدر بعد كده ان هو ايه يخرج ايه ويقدر يسافر. البروتوكول؟ يعني احطنا في البروتوكول، ايه البروتوكول البروتوكول اللي ده تم بيبقى فيه الاتفاق عليه؟ بالنسبه للعيبه المحترفين بيبقى فيه يعني زي اتصال ما بين منتخب مصر وما بين الانديه، يعني مثلا تريزيجيه في استون فيلا في اتصال بين استون فيلا ومنتخب مصر، النني في ارسنال، ارسنال ومنتخب مصر، ليفربول وكده. فدلوقتي هم بلغوا ليفربول اللي حصل وان البي سي ار بتاعت صلاح طلعت ايجابيه، فليفربول حتى اللي هو مات مكان اللي هو المسؤول والمتحدث الرسمي لليفربول قال احنا مش هنعلق باي حاجه، نو كومنت دلوقتي لغايه ما نعرف بعد كده لما في حاجه عايزين نقولها فهنقولها. فدلوقتي ما فيش اي تعليق ليهم. دلوقتي كل اللي هيحصل ان صلاح هيحصل له ايسوليشن، ان هو يقعد ويتعزل لوحده في الفندق لغايه ما يشوفوا بعد كده ايه اللي هيحصل. طيب زي ما حضرتك ما قلت في البداية، تم الإعلان على أن منتخب مصر محمد صلاح وفي مصاب اثنين مصاب وفي اثنين من توجو. من توجو مصابين أيضا، ده تأثيره إيه على المباراة المفروض تحصل بكرة؟ دلوقتي هو إصابة محمد صلاح هتأثر تأثير من كذا ناحية، الناحية تأثير على منتخب مصر، تأثير على ناديه في ليفربول. دلوقتي إحنا عندنا مباراة مهمة جدا بكرة السبت، مباراة الذهاب مع توجو، وعندنا بعد 3 أيام يوم 17 المباراة الثانية هتبقى في توجو. فمحمد صلاح مش هيقدر يلعب، واحنا في احتياج لمحمد صلاح. ليه في احتياج لمحمد صلاح؟ لان احنا دلوقتي ترتيبنا في المجموعة في التصفيات احنا من 4 احنا رقم 3، يعني مصر عندها نقطتين، عندها نقطتين من مباراتين تعادلت مع كينيا 1-1 وتعادلت مع جزر القمر في جزر القمر 0-0. فاحنا المفروض ان احنا هنلعب توجو اللي هي ترتيبها بعدينا اللي هي عندها نقطة واحدة
في المركز الرابع. فاحنا كنا محتاجين صلاح في المباراتين دول، لكن قدر الله ما شاء فعل، ما اتمناش غير صلاح ان ربنا يشفيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، لكن المباراه هتتلعب. المباراه هتتلعب، ما لهاش علاقه، المباراه هتتلعب. ملهاش علاقه. لكن صلاح هو مش هيبقى ليه مكان في المباراه، ودي وفي حاجه يعني احسن، من ساعه ما تولى الكابتن حسام البدري منتخب مصر، صلاح ما شاركش مع منتخب مصر في المباراه، حتى المباراه بتاعت كينيا، مباراه جزر القمر، كان محمد صلاح مصاب في انكل رجله، ودي المفروض ان كانت ثالث مباراه يشارك فيها، فحصل اللي حصل في موضوع الكورونا. طب يعني دي مش أول مرة لعيب يصاب، لعيب عالمي نقول يعني طبعاً محمد صلاح لعيب عالمي، فيش مش أول مرة إن لعيب عالمي يصاب بكوفيد 19 بفيروس كورونا، إيه اللي حصل مع اللعيبة التانيين؟ لا هو كل اللي بيحصل مع أي لعيب بيحصل له زي أي شخص عادي، إن بيحصل له الأيسوليشن اللي هو العزل. لا أقصد إزاي الأندية تعاملت معاهم، إزاي الإعلام تعامل مع إصابتهم. دي النقطة بقى، ده الفرق، كل اللعيبة العالميين اتعاملوا معاهم بمنتهى الاحترافية، لكن إحنا مشكلتنا إن المنظومة الرياضية في مصر بتدار بأسوأ ما يكون. المنظومة الرياضية في مصر عندها فشل ذريع في إدارة كل حاجة، كل يوم يحصل موقف جديد، حصل موقف خناقة ما بين عضو من اتحاد الكورة مع لعيب أثناء تتويج النادي الأهلي بالدوري. بعدها لسه من يومين لعيب مصري مغربي اتحاد الكورة بيبعت له عشان يدعوه للمنتخب الشباب ويقول له إن التذكرة عليك والإقامة عليك. فدي حاجة ما تحصلش في العالم. يجي النهارده موضوع محمد صلاح، خلاص محمد صلاح البي سي ار قال ان محمد صلاح العينه بتاعته ايجابيه. ليه اتحاد الكوره ما يطلعش بمنتهى الشفافيه ومنتهى الاحترافيه يطلع يكلم الناس يقول والله محمد صلاح زيه زي اي ناس؟ طب ما في ليفربول حصل، تياجو طلع عنده كورونا وليفربول طلع، ساديو ماني نفس النظام، الكسندر ارنولد نفس النظام، يطلع يقول، لكن يطلع بقرار اتحاد الكوره ويطلع ان يقول محمد صلاح العينه بتاعته ايجابيه وبعد كده يشيل القرار ويمسحهم من على موقع التواصل الاجتماعي، فدي فعلا بتدل على ان فشل ذريع في المنظومه الكرويه، كل يوم بيحصل حاجه جديده وكل يوم بتثبت فشل المنظومه الكرويه، لكن الناس لازم تتعامل باحترافيه عشان كل الناس تبقى عارفه ايه الخطوات وكل واحد يعرف ايه اللي ليه واللي عليه. بنشكرك، كنت معنا في الاستوديو ياسر الشناوي لاعب كره سابق، شرفتنا استاذ ياسر. شكرا.